سلامتك يا سيدي. الله يسلمك يا سيدي. حبيبي والله. اهلا وسهلا يا سيدي. حبيبي والله. شرفتونا يا سيدي. على راسي يا سيدي. ايوه يا سيدي. الله يخلينا اياك ويطولنا بعمرك يا رب. والله ان انا مبسوط ان كل احفادي حوالي. زمان عنكم يا شباب. اهلا وسهلا. والله احنا اكثر يا سيدي. طب ولا ادخل جوا يا عم ليش عند هون؟ لا هون احلى احلى شيء. والله تحت الخوخ اللي بحكي له يا ريت هذا مش موجود. والله انه شيء بزيرو. بالكم يا سيدي هذيك نهار ستكم رشتها للمشمشة وتاكلوا منها. لا 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 مرشوشة. لا لا ما كلناش. تاكلوش. لا تاكلوش النضال. شبع يا سيدي النضال. لا 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 ان شاء الله لا بمزح معك. اوعها سيدي. سيدي احكي لنا شوي عن شبابك. يعني قديش بنقعد مع بعض بتقول لناش ولا اي شيء؟ شو بدي اقول لك؟ لما اقول لك يا سيدي احكي لنا احكي لنا عن زماناتك. انا قدكم هيك بعد شبابي سنه 2020. اوف 2020 يا سيدي. 2020 زمان وانا قدكم. يا بي عشت الايام هذيك. الله يسلمك يا سيدي. انا مواليد 2000 تقريبا. كنت عمري 20 سنه ايامها. على زمن الانتداب الاسرائيلي. ايوه 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 سيدي. ايام اسرائيل. قسم بالله تاريخ سيدي. هذا يا احفادي ويا حبايبي اجانا وباء. وباء اسمه الله مع كورونا. كورونا 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 على الاسماء العتيقه. ايوه يا سيدي كمل. برشميله. الله يا سيدي شو بدك في الطويله. من شهر 3 اول السنه لشهر 7 بدنا ما نتجول. ممنوح نروح ونجي. ممنوع نطلع من الدار. اجانا رمضان واحنا بزمن الكورونا. يا لطيف. وكنا نطلع بس لساعة 2 من الدار. بعد 2 ممنوع. لتنتين في الليل. مش زي يومكم انتم بتضلوا قاعدين على السحور رايحين جايين. لتنتين الظهور يا سيدي. شو بتحكي يا سيدي؟ زي ما بقول لك يا سيدي. ايوه ايوه كمل كمل كمل. ايوه يا سيدي كمل. شكله هذا. فبقول لك يا سيدي. حج. كنا نطلع نضل قاعدين في قلب الدار. لا نروح ولا نجي. مش بس هيك. سكروا الجوامع. يا لطيف. سكروا الحرم المكي. يا لطيف. والحرم المدني. صادق صادق مش كذاب انت. صادق بقول لك. بعدين صادق. كنتوا تحسبوا انه في جمعيات زي هذه. ممنوع الجمعيات زي هذه. ممنوع في جمعيات. وين في تجمعات ممنوع الناس يجتمعوا فيهم. لا ومش بس هيك. تطلع على الناس اللي مش لابس كمامة يقول لك هذا زلمة مجنون. كل الناس لابسين كمامات بوجوههم. تعالوا تفرج. الله لا يفرجيك وهذيك الايام يا سيدي. الله لا يفرجيك وهذيك الايام. امين. صادق يا حاج. جدك رمضان علينا. الله يا رب يجيبه علينا واحنا هدين البال يا رب. شو بدي اقول لك يا سيدي. تحط البيضة في نهار تنقلي من حر الشمس. شوب. اللهم عافينا نار جهنم. شوب. آمن بالله يا سيدي. تصل الحرارة 50 درجة في النهار. أحا 50 درجة. أنور يقدر يطيق حاله. وجا العيد علينا بكورونا. واحذروا شو صار يوم العيد. صار 55 درجة الحرارة. لا صار عكس ما تخيلت. نهتك على المستشفى. لا لا يا سيدي. كمل. أزمة بتروح. كمل يا سيدي. بقولكو إجا علينا العيد الصبحيات. كاب من عند الرب. شتاء شتاء. فيضانات صارت. فيضانات. يا لطيف. هذا فيلم هندي. صدق يا سيدي يومها. هذا كان مع شو اسمه. صدق يا سيدي. سيدي صدق البير عند ستك جوا انتلا فل من المفاوض. المي نزلت. بسم الله ما شاء الله. نضال عوين. ماشي ماشي ماشي. يلا ماشي. وين روح اخي؟ معلي راجع راجع راجع. بدي احكي مع مرته يمكن. بدي احكي مع مرته. راجع. ايوه يا حاج كمل. لا حول ولا قوة الا بالله. سيدي عيط. سيدي شكله عيط. والله ما كان هيك. وين كل هذا من الكبر؟ لازم من وقت محدد لوقت محدد. سيدي. من جد من جد. سبحان الله لا اله الا الله. آمن بالله. سنة 2020 هذه شفنا فيها العجائب. يا باي يا سيدي ما اطولها. يا باي ما اطولها يا سيدي. يا حبيبي ما اطولها. طبعا انا جاي يا سيدي. يا سيدي هذا كان الشهر يعد علينا بسنة. شفت الشهر في 2020. هذا سنة من ايامكم هالقيت. طويلة يا اخي طويلة. يا حبيبي ما انا جاي يا حاجة. انا جاي. بدري يا سيدي. ما طولش عليك. انا من جد. خليك. انا جاي انا جاي. خليك هالغدا يا سيدي. ماشي ماشي. ايوه شغل يا سيدي. شغل. والله خرف. انا بقول لك كورونا ومع كورونا و2020. انا شاكك في الدواء اللي كان ماخذه. انا جايب له خلص طبيخه. شو بعرف انه جاب له اياه زلمه. عمره ما كان هيك. عمره ما كان هيك. حصلت عليه بين الدواء اللي جايبين له اخر اياه. شيء اكسبريس. شتاء صيف سقعه
يا مدينة قوم قوم يا زلمة قوم. هذا العقوت يا سيدي. شوي شوي يا سيدي اشوف ابو فريد هيني جاي. طيب طيب انا ثواني تفهمك على العقوت سيدي راجع راجع ماشي ماشي. لدع لدع لحس الحج لحس طول. معقول عياد يعطيك العافية حصلت عليك رحمك الله. شو بتحكي يا زلمة؟ اوه والله مش سبحان الله جيل جيلي عمي ما ترباش على العقوت وعلى البسكوت. والله يا حبيبي الوضع بنسكتش عليه من مرة يعني أنا بتقدراتي بالكتير شهر بالكتير إذا كمل هالأسبوع بقابلوني شو هذا بنشوف الدكتور على البدري. بقول لك في رمضان كان الخمسين تاني يوم سبحان الباري بقول لك قال شيء سبحان روح روح شو هذا يا زلمة روح الكورونا قال يلا سلام يا سيدي روح شكله جعان بده بعد فرمان والله لو أدول لحقوا الكورونا اللي بصير شو بياكلوا بيشربوا لو لحقوا الكورونا إنه ما قدروا يعيشوا في زمنها ولنا نحن تربينا على الشوكولاتة وعلى الشيبس وعلى البيمبيم يعني قدرنا نقاوم الكورونا هذه. وين رحت يا حجي؟ والله ما إلي بركة إلى الحجي أنا يا رب.